تكسج في وضع، لأنني كتاب صدر مؤخرا وكنت في حفل، يعني في تقديم كتاب أو توقيع كتاب أكثر منه قراءة كتاب، ولكنه تفضل بقراءة عميقة لهذا العمل فتقدم إليه بالشكر، ولا يفوتني أن أجدد شكري إلى مكتبة شاطر التي هي بحق أكثر بمكتبة بل مؤسسة، وأضحت من أهم المنارات الثقافية ليس فقط في مراكش ولكن في المغرب، فأتقدم بالشكر للسي شاطر ولكل طاقم المكتبة، كما أتقدم بالشكر إلى مؤسسة كاش بريس وإلى كل الحضور الكريم الذين شرفوني بحضورهم. لابد أن أتحدث عن سياق كتابة هذا الكتاب. أول شيء هو أنني اقتحمت ميدانا لا يدخل في اهتمامات العالم العربي، وهي الشجرة. هي اهتمامات تهم الغربيين بالأساس، وظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة، واضطررت يعني أن أكب على فهم هذه الظاهرة بالنظر إلى خطأ ارتكبه باحث، وكان الشرار الذي دفعتني إلى أن أسعى لفهم هذه الظاهرة. حينما ترجم La raison populiste or the populist reason بالعقل الشعبوي، والحال كما قلت هي العلة الشعبوية، فارتأيت أنه لا يمكن أن نفكر بنقل مفاهيم غير دقيقة، كما لو أننا سنصبح يعني صيدليين يبيعون دواء غير ملائم. فسعيت جهدي أن أفهم هذه الظاهرة التي يظهر للعيان أنها في مد تصاعدي، ويكفي أن ننظر إلى الانتخابات الأخيرة في فرنسا وإلى الخارطة السياسية مؤخرا، والحال أننا أمام ظاهرة تسهل. فحاولت أن أفهم هذه الظاهرة انطلاقا من فكرة مفادها أن العالم العربي ليس خارج مجرة الأفكار الكبرى، تأثر لفترة بالفاشية، ويمكن أن نقول من دون أحكام قيمة بأن الإخوان المسلمين هي متحور عن الفاشية، أو على الأقل أخذ بعضا من أساليب تنظيم الفاشية. طبعا الفاشية فهمها ليس بالمفهوم يعني السلبي الذي يقترن بها، ولكن كظاهرة سياسية، مثلما تأثر العالم العربي بالاتجاهات الاشتراكية، بل يمكن القول بأن القومية العربية هي متحورة عن الاشتراكية. وأخيرا بعد سقوط حائط جدار برلين تأثر العالم العربي بالليبرالية السياسية والاقتصادية. إذن نتحدث عن عالم يتأثر بما يجري في أو على منظومة تتأثر بما يجري في العالم. لذلك قلت يعني هل يعني سيكون العالم العربي بمنأى عن الشعبوي؟ وسعيت في كتاب الأول الشعبوية والخطر الداهم أن أفرد قسما للعالم العربي، ولكن حقيقة كنت يعني كمن يتصدى لظاهرة أكثر منها أن يدرسها بعمق، وخلصت أنه ينبغي أن أفهم الظاهرة على مستوى العالم العربي. أنتم أدرى بأن البحث هو عبارة مثل ما قلت سابقا كرحلة كريستوفر كولوم، نعتقد أننا نبحر إلى مكان وتقودنا الرياح إلى مكان آخر، وهو الذي حدث. كنت أود أن أدرس يعني بشكل مونوغرافي ظاهرة الشعبوية في العالم العربي، فإذا أنا أجد نفسي في تحليلي للعالم العربي، حيث إن الشعبوية أضحت ذريعة من أجل فهم العالم العربي، وأظن أن كل من قرأ الكتاب لسوف يجد بأنها محاولة لتفكيك بنية العالم العربي.
وهنا أريد أن أقول بعض الملاحظات. ملاحظة الأولى فصلت القول فيها في توطئة كتابي، وأنه على خلاف ما روج لفترة من أن العالم العربي فقد ما يمكن أن يسمى ريعه الجيوستراتيجي، يعود للواجهة مرة أخرى. من دون شك أنكم تذكرون حوارا أثار لغة كبيرة للرئيس الأمريكي السابق أوباما في مجلة The Atlantic Monthly، وقال بأن هذا العالم مستغلق على التغيير، ويحسن بالولايات المتحدة أن يعني تهتم بالأساس وتصرف اهتمامها إلى بحر الصين. وكانت إشارة من كي تنصرف أمريكا والولايات المتحدة عن العالم العربي من أجل ما أضحى يعني مركز ثقل العالم وهو بحر الصين، على أساس أنه يعني محاولة تنميط هذا العالم من قبل الولايات المتحدة باءت بالفشل، منها حرب الولايات المتحدة على العراق والتي اعتبرتها الولايات المتحدة بوابة لدمقرة العراق ومن خلال العراق دمقرة العالم العربي، ثم بعد الربيع العربي يضاف إلى ذلك يعني تضاؤل أهمية المنافذ أو المجاري المائية، سواء يعني قناة السويس أو باب المندب أو مضيق هرمز أو جبل طارق، وكذلك تراجع أهمية الطاقات الأحفورية. كان هذا هو مدار يعني الخيار الأمريكي الذي عبر عنه أوباما، وهو أكثر من رأي شخصي لرئيس دولة، ولكن توجه للولايات المتحدة. الآن يظهر جليا بأن العالم العربي لم يفقد أهميته، ويعود بالنظر يعني إلى صراع وتسابق بين قوى جديدة صاعدة، منها الصين بالأساس وروسيا، وتزاحم الولايات المتحدة، بل يمكن أن نعتبر بأن حلبة التنافس هي الشرق الأوسط. لذلك يعني أظن بأنه لا أعتقد في العقود المقبلة أن سيخفت اهتمام الغربيين، سواء منهم السياسيين أو الأكاديميين حول العالم العربي. فإذن يعني العالم العربي يستعيد، إن صح هذا التعبير، ريعه جيوستراتيجي، ويستعيده كذلك بالنظر إلى الأخطار بين قوسين التي يمكن أن تنجم عن، بإضافة إلى تهديدات الأمنية، ولكن كذلك الأخطار الناجمة عن الهجرة. إذن يعني نحن نتحدث عن شأن عالمي، يعني لا أظن شخصيا بأن الاهتمام بالعالم العربي سيتوارى أو يقل في العقود المقبلة. والمسألة الأخرى وهي ترتبط بنا نحن الذين نحن جزء من هذا العالم، حول مآل العالم العربي، أنه في نهاية المطاف يفهم أن يهتم الغربيون بالعالم العربي لأنه قد يتهدد أمنهم، أو قد ربما يتهدد رفاهيتهم بالنظر إلى اختزانه إلى الطاقة والغاز والبترول. لكن نحن يعني مساءلون، يعني صح هذا التعبير، أو مطالبون إلى أن نفهم لماذا لم يتطور هذا العالم العربي الذي نحن جزء منه. ويمكن أن أقول يعني باختصار شديد بأن العالم العربي جسم حي، لا يمكن القول بأنه على خلاف ما يتصور جسم جامد، وأن ليس هناك دينامية. هناك ديناميات داخلية، ولكن هذه الديناميات الداخلية تصطدم بعراقيل إما داخلية أو خارجية، وهذه العراقيل هي التي مثلما قادني البحث هي التي تحول دون أن ينعتق هذا العالم العربي. قمت بعملية جرد مما يمكن أن يدخل في اهتمام صحفي أو باحث
حول فشل الانتقالات الديمقراطية أو حول أزمة يعني الإسلام السياسي أو حول بروز ما يسمى الدولة الوطنية إلى آخره. ولكن كان ينبغي أن أذهب أبعد من التوصيف، لماذا فشل الانتقال الديمقراطي؟ لا يكفي فقط أن أقول بأنه العالم العربي فشل، ولكن أظن بأنه من واجبي أن أسعى لأشرح لماذا فشل الانتقال الديمقراطي. وانتهيت إلى أن هناك جملة من قضايا معطلة، أسئلة جوهرية لم تحل، وهو ما يفسر في نهاية المطاف فشل يعني كل انتقال الديمقراطي، والذي بدأ منذ سقوط جدار برلين من الثمانينات في المغرب، في الجزائر، في الأردن، في اليمن، ثم بعد الربيع العربي إلى آخر. مجمل القول هو أنه المسألة المحورية والأساسية والحاسمة هي السياسة في العالم العربي. يعرف كل طلبة في العلوم السياسية أنه يدرس على أساس أن العامل الاقتصادي هو الحاسم في التطور السياسي، أو ما يسمى البريسم دو ليكونوميك، أو أولوية الاقتصادي على يعني. هذه هي النظرية التي طرحها كارل ماركس، ثم بعد ذلك تطور غرامشي على أساس أن هناك تفاعل بين العالم السياسي والعامل الاقتصادي. العالم العربي حالة خاصة، العنصر الحاسم هو السياسي، ولذلك في تصوري البدء ينبغي أن يكون من السياسي، والسياسي هو في نهاية المطاف أن تؤول الأمور إلى السيادة الشعبية، أن تختار الشعوب من يحكمها وتحاكم من يحكمها أو تحاسبهم على الأصح، وهو الحال المعطل في العالم العربي. مثل ما قلت في حوار يعني أظن في إسبريس أو نقلته على الأصح إسبريس، يعني العالم العربي يكاد يكون المنطقة الوحيدة التي لا تختار فيها الشعوب حكامها. التطورات التي حدثت في العالم يعني حتى في دول كانت ديكتاتورية آلت إلى أن تختار الشعوب حكامها وتحاسبهم من خلال يعني دورية يعني ولايات انتخابية إلى آخره. العالم العربي يصبح استثناء، وطبعا يقول أو تقول السلطة إلى بنيات أخرى هي التي تمارس يعني السلطة، تسمى يعني الدولة العميقة وأشياء إلى آخر. لكن في كتابي حاولت أن أفكك بنية الماسكين للسلطة، واعتبرت بأنها تقوم بالأساس على تحالف ثلاثي، منه القرص الأمني أو الأمنيون الذين يتحكمون في نهاية المطاف الفعل السياسي، والتكنوقراط والأوليغارشيا مع ظاهرة الكومبارس، ولكن في غطاء مع غطاء دولي. ربما كان ينبغي أن أجري مقارنة بعد مع تجارب أخرى في العالم عرفت يعني إما ثورات أو انتقالات ديمقراطية، وقد أشرت مثل ما تفضل الأستاذ يعني سي مصطفى إلى أن جزءا من تعثر الانتقال الديمقراطي هو أن الغرب لم يواكب في نهاية المطاف المطلب الديمقراطي. بعد الحرب العالمية الثانية واكبت الولايات المتحدة أوروبا في إعادة البناء وإعادة الإعمار من خلال مشروع مارشال. نفس الشيء حدث مع دول في آسيا، نفس الشيء تكرر مع أوروبا الشرقية. العالم العربي لم تكن هناك مواكبة، ربما رغم أنه كانت هناك خطابات سواء من الرئيس الأمريكي أوباما، وبالأخص بعد إزاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أو كذلك في تصريحات وخطاب لساركوزي، ولكن ظلت في دائرة ليب سيرفيس كما يقال باللغة الإنجليزية، يعني مجرد كلام ومجرد خطب، ولم يواكب ذلك يعني
أو لم تواكب ذلك إجراءات عملية شبيهة بمشروع مارشال. كانت بالفعل مثل ما أشرت بعد اللقاءات، ولكن لم تترجم عمليا، مثل مثلا في دوفيل كان هناك اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ويعني الوزير الأول المصري والوزير الأول التونسي حينها، على أساس أنهما الدولتان اللتان عرفتا ثورة إلى آخر، ولكن بقيت في دائرة الخطب. وحدث أن شاركت في لقاء كخبير في فارسوفي، وارسو أظن كان بتاريخ لم تخون الذاكرة ديسمبر 2011، حول أفق دعم الاتحاد الأوروبي للعالم العربي، واستمعت ضمن الذين شاركوا إلى عروض حول كيف تم الانتقال الديمقراطي في بولونيا وفي كثير من دول العالم، لكن بقي في دائرة الخطابات. إذن أهم عنصر بالأساس هو عدم مواكبة هذا التحول على غرار ما تم في أرجاء أخرى من خلال مشروع مارشال. الولايات المتحدة اعتبرت بأنه في نهاية المطاف لا ينبغي الاستثمار في شيء قد يؤول إلى ردود فعل سلبية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة. حدث تغيير بتاريخ 11 سبتمبر 2011 حينما تم اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي. كانت نقطة تحول بالنسبة للولايات المتحدة، على أساس أنه في نهاية المطاف دعم العالم العربي أو الربيع العربي هو إثابة للحركات الإسلامية المتطرفة، وأنه لا يحسن في نهاية المطاف مواكبة هذا التحول، وحيثما تجري انتخابات يصعد الإسلاميون، ولذلك يعني تراجع الغربيون في دعم هذا. طبعا بغض النظر عن الأحداث السياسية، أظن بأن هناك يعني عناصر موضوعية تجعل الغرب لا يمكنه أن ينخرط كما انخرط مثلا في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا الوسطى. أولا إسرائيل، ضمان أمن إسرائيل، لهذا عنصر أساسي، لأنه دعم يعني مسلسل ديمقراطي قد ينتهي باتجاهات لا تنظر بعين الرضا والارتياح إلى إسرائيل. ولذلك يعني هناك عنصر أساسي جيوستراتيجي وهو إسرائيل. ثانيا البترول والغاز، لابد من ضمان تدفق البترول والغاز وفق شروط الغرب، وهي عناصر تحدد يعني تردد الغربية. فعلى كل حال انتهيت إلى أن هناك معطيات موضوعية لا ينبغي أن نكتفي طبعا مفهوم سياسي أن نقول بأن الربيع تحول إلى هجر، هذا مفهوم سياسي، مفهوم يعني أن يقال من لدون من لهم ربما مواقف أو كذا إلى آخره يعني، ولكن قضية بالنسبة إلي ينبغي فهم هذا التعثر الذي كان يحمل يعني آمالا كبيرة ويترجم في نهاية المطاف دينامية داخلية. لابد كذلك أن ننظر إلى البنيات الداخلية التي تعوق الدينامية الداخلية، أو تعوق يعني أن تتبلور ديناميات الداخلية إلى شيء إيجابي. واعتبرت بأنه يعني هناك عناصر تحول دون تحرك المجتمعات والشعوب، الجيش، ودرست فيما يخص الجيش ثلاث حالات، الحالة المصرية، الحالة الجزائرية، وإلى حد ما الحالة السودانية. الجيش حقيقة ليس مجرد يعني فاعل، بل هو الفاعل في كل هذه الدول بدرجات متفاوتة، وليس واردا أن يتخلى الجيش. الحال أنه إن الجيش وبالأخص في مصر والجزائر يعتبر المؤتمن على مصير المجتمع، لا يرى أنه يمكن أن يراهن لكي يسلم الحكم لأي طرف، ولو يعني أتى إلى سدة الحكم من خلال يعني مسار ديمقراطي. من العناصر التي حقيقة يعني تعوق
وتحول دون بلورة وعي شعبي هو وضع طائفي. وهنا درست الحالة اللبنانية والحالة العراقية. في الحالة العراقية يعني درست كيف أن الطائفية المجتمعية تحولت إلى طائفية مؤسساتية. طوائف كانت موجودة دائما في العراق، كان دائما هناك أكراد، وكان هناك شيعة، وكان هناك سنة إلى آخره، وهناك كلدانيون إلى آخره. ولكن التحول الذي ترى هو أن الطائفية أصبحت مؤسسة بناء على الدستور برعاية أمريكية، ولم يعد الأمر مقتصرا فقط على العراق، بل اعتبر بأنه يمكن أن يكون وصفة للعالم العربي، وأظن بأنه لم نكن بمنأى عن هذه الرؤية بالنسبة للولايات المتحدة. قرئ المغرب بالنظر إلى بعض الاستراتيجيين الأمريكيين من خلال واقع العراق المعقد. وعلى كل حال تعتبر طائفية من المشاكل الكبرى التي تجعل إمكانية الحديث عن شعب وعن سيادة شعبية وعن مواطنة له، أنه لا يمكن حقيقة أن نتحدث عن شعب في ظل الطائفية. في ظل الطائفية تنظر كل طائفة إلى مصلحتها، إلى مصلحتها وإلى ما يرضي طوائفها. وهناك طبعا حالات أخرى أجملتها في فصلين. الفصل الأول مرتبط بالرعية، هل يمكن حقيقة في وضع رعائي أو يعني لم تكتمل فيه المواطنة أن يصبح فاعلا؟ ودرست هنا بالأساس يعني الحالة الأردنية والحالة المغربية. هناك حالة تستأثر بالاهتمام وهي الحالة السعودية التي تعرف تحولا دراماتيكيا أو مهولا كبيرا. انتقلنا في الحالة السعودية من حالة يعني تغلب عليها مرجعية تقليدية ولي الأمر إلى مرجعية ممكن أن نقول عصرية بين قوسين تتمحور حول القائد وإلى نوع من الشعب. واعتبرت بأن التحول الذي يجري في السعودية يمكن أن يؤثر على المنطقة. هذا بصفة عامة خلاصة أو مجمل الكتاب الذي يتجاوز دراسة الشعبوية في العالم العربي. نعم انتهيت إلى أن الشعبوية في العالم العربي إن هي إلا متحور عن السلطوية. إنما نتحدث عن الشعبوية في العالم العربي فيمكن هي مرادف للسلطوية. والحال أن الحالة التونسية تعفينا من البحث، لأن الشعبوية التونسية هي شعبوية سلطوية أو ديكتاتورية. إذن حينما نتحدث عن الشعبوية في العالم العربي إن هي إلا متحور عن السلطوية، لا يمكن أن تكون في نهاية المطاف تعبيرا عن الديمقراطية. والحال أن لدينا حالة معبرة وهي الحالة التونسية. في ربما في كتاب الأول الشعبوية أو الخطر الداهم كنت أعتبر وتبينت أنني مخطئ بأن لربما تونس هي مختبر العالم العربي، وأنها يمكن أن نقارن تونس بإيطاليا التي تعتبر مختبر أوروبا. اتجاهات الكبرى التي اعتورت وتخللت أوروبا بدأت أول ما بدأت في إيطاليا، الفاشية الماركسية والآن الشعبوية. فكنت أرى بنوع من التقليد أنه تونس قد تكون يعني هي مختبر العالم العربي، والحال أن الثورة العربية أو الربيع العربي بدأ في تونس إلى آخره، ورهاصة الديمقراطية والردة كذلك بدأت في تونس. أظن بأن حالة تونس هي حالة خاصة، لا يمكن أن نتحدث وأن نقول بأن تونس هي مختبر العالم العربي، لأن التجربة التونسية تجربة فريدة ولا يمكن أن نقيس عليه أي تجربة أخرى في العالم العربي، ربما المغرب إلى آخره. وعلى كل حال التجربة التونسية تفصح عن ذاتها، بحيث إن مسلسلا أو انتقالا ديمقراطيا في تونس كان واعدا تحول إلى سلطوية أو إلى شعبوية، وتحولت الشعبوية إلى سلطة. وإذن لا ينبغي أن نغتر
على خلاف من يزعمون بأن الشعبوية هي أحسن تمثيل للديمقراطية، لأنها تفضي إلى أن يعبر الشعب عن ذاته من خلال ما يسمى الديمقراطية المباشرة عوض الديمقراطية التمثيلية التي أصبحت يعني في أزمة. الشعبوية تساوي السلطة، يعني ليس هناك حتى في تجارب أخرى مثل الهند إلى آخره، الشعبوية تساوي السلطوية. ربما أختم بالقول، وهذا هو الذي يهم، وكنت في حوار يعني قبل قليل يعني حول الكتاب، واعتبرت بأنه لا يمكن أن أجاري باحثا غربيا، ليس لدي الإمكانات المتوافرة لدى الغرب يمكنه أن يسافر لأي رقعة في العالم العربي، ويمكن أن يتحدث إلى كل الفاعلين بصعوبات، والحال أنه نعرف مثلا ما حدث للباحث الإيطالي في مصر، ولكن على كل حال الباحث الأجنبي سواء كان أوروبيا يعني أو أمريكيا له سعة من الأمر لا يمكن أن تتوافر لواحد من العالم العربي. يشتغل في مؤسسات يمكنها أن تمنحه دعم لإجراء بحث، ولذلك أنا شخصيا لا يمكن أن أواكب أو أنافس باحثا أجنبيا في العالم العربي، لكن لدي ما يميزني عن الباحث الغربي. الباحث الغربي مهما كان نتائجه وإمكاناته يظل في مقاربة وصفية، لأنه ليس في معمعان، يعني ينظر من بعيد، ولا يمكن في نهاية المطاف لبحثه أن يشكل الشحنة أو أن يشحذ الفعل، على خلاف من هو في أتون المجتمع وفي خضم يعني المجتمع. أظن هذا هي الميزة التي تميز هذا الكتاب. ربما كذلك يمكن أن أزعم بأن ما قد يميز هذا الكتاب هو أنه على خلاف الكتب التي يكتبها الغربيين يقرأ بسلاسة، لأنه كتب بعربية وأن هذه اللغة سلسة إلى آخره، على خلاف ما يكتبه الغربيون ويترجم ترجمة ركيكة إلى آخره يستعصى إدراكه. أظن أملي في جميع الحالات أن أكون قد أسهمت في فهم عالم كان واعدا ولكن متعافيا. قلت غير ما مرة بأن العالم العربي كان يشكل قوة ثقافية واعدة، مثل ما برز في مؤتمر بوندون، كان ينظر إلى قوة ثالثة اقتصادية وحضارية يمكن أن تشكل بديلا، الصين الهند والعالم العربي. الصين أصبحت فاعلا، الهند أصبحت فاعلا، العالم العربي ما يزال يتخبط بالنظر إلى الأشياء التي عرضت لها. استنتاجي الثاني هو أنه العالم العربي سيبقى مؤثرا في العلاقات الدولية رغم كل التغييرات التي طبعت العالم العربي وبروز قوى جديدة وتمركز الثقل الاقتصادي إلى بحر الصين. دور العالم العربي سيبقى حاسما، لأنه أصبح مثل ما قلت ساحة التنافس بين القوى الكبرى. الولايات المتحدة التي ليست مستعدة إلى أن تتخلى عن تميزها، الصين التي لم تعد مجرد قوة اقتصادية ولكن لها طموح لكي تكون قوة أو قوة جيوستراتيجية، وطبعا روسيا التي لها ماضي منذ الاتحاد السوفيتي وفي حدود معينة الاتحاد الأوروبي. طبعا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أشياء جديدة ومستجدة، ومنها الهجرة، وهي أشياء تستأثر باهتمام يعني الاتحاد الأوروبي بخاصة. لا أريد أن أطيل، لأنني حقيقة أنا هنا في حفل تقديم الكتاب وتوقيع الكتاب أكثر منه قراءة الكتاب. الكتاب صدر قبل تقريبا شهر، ولا أظن أن شهرا يعني
فسحة من الزمن كافية لقراءة هذا العمل. وفي جميع الحالات أتمنى أن يكون عملا مفيدا، أو مثل ما يقال بالفرنسية faire une œuvre utile، أن يكون حقيقة مفيدا لفهم العالم العربي، ولما كذلك الوقوف على أعطاب هذا العالم الذي نحن جزء منه. فشكرا مرة أخرى لمكتبة شاطر والسحامين ولكل الطاقم والسي مصطفى غلمان وموقع كاش بريس وللحضور الكريم، وسأكون سعيدا للتفاعل معكم ولرد على أسئلتكم فيما ورد في الكتاب أو ربما فيما يرتبط بالعالم العربي عموما، وشكرا لكم.